وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا السيد إبراهيم أشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. يعني بعد التحية جددت مصر اليوم على لسان وزير الخارجية رسائلها بشأن الوضع في غزة وأيضا محددات الخاصة بحل الأزمة. ما هو أهم ما استوقفك في المؤتمر الصحفي للوزير شكري اليوم؟ طبعا مصر الحقيقة يعني بتهتم جدا جدا بإبقاء أهل غزة في أرضها، لأن هدف إسرائيل في النزوح من غزة إلى سيناء تصفية القضية الفلسطينية. فمصر تحافظ على القضية الفلسطينية وتحافظ على أرض شعب فلسطين لكي تقام الدولة على هذه الأرض. نزوح الفلسطينيين إلى الأرض المصرية ينهي القضية الفلسطينية، وهذا أمر لا تريده مصر. من ناحية أخرى، مصر تقدم مساعدات طويلة عريضة بالنسبة لأبناء غزة من خلال الهلال الأحمر المصري ومن خلال المجتمع المدني. هذا يعني واضح جدا أن حوالي أكثر من 70% من المساعدات التي تذهب إلى غزة من مصر. يعني العالم كله يقدم مساعدات لأهل غزة، ولكن مصر تقدم حوالي 70% أو أكثر من هذه المساعدات. فمصر حريصة جدا على مساعدة أهل غزة على البقاء على أرضهم للحفاظ على القضية الفلسطينية ولإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. نعم. بالأمس كانت هناك قمة مصرية فلسطينية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني. كيف ترى مستوى التنسيق المصري الفلسطيني وصولا إلى إنهاء الحرب وإطلاق حل الدولتين؟ المقابلات مع الرئيس محمود عباس مقابلة هامة جدا، لأن يعني لقراءة أفكاره حول ما يحاك ضد غزة من مؤامرات، لأنه الآن يراد أن تكون غزة خالية من أهلها، وأيضا أن تكون الإدارة غير فلسطينية. ومصر تعارض ذلك وتريد أن تكون الإدارة فلسطينية، وتريد أن تكون أهل غزة موجودين مسؤولين عن دولتهم تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية، وتؤيد حياة وتسعى لتطبيق مبدأ حل الدولتين. نعم، يعني تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن هناك فرصا أمام إسرائيل لبناء علاقات أوثق في المنطقة بعد الأزمة الراهنة في غزة. ما هي الرسائل التي يقصدها أنتوني بلينكن، وما هي الفرص التي يتحدث عنها؟ تحدث عن فرص أن إسرائيل تريد إقامة علاقات طيبة مع جيرانها، وهذا أمر غير طبيعي وغير سليم، لأن حتى الدول التي كانت ذهبت إلى التطبيع أعتقد الآن يعني طرح لها أن التطبيع مسألة خيالية وليست طبيعية. وبالتالي فإن أن تقيم إسرائيل علاقات طيبة مع جيرانها لابد أن تعلن أنها توافق على حل دولتين، ولابد أن تعلن أنها عندها استعداد لإقامة دولة فلسطينية على أرض فلسطين. نعم. إذن ما الذي يحمله في جعبته أنتوني بلينكن في زيارته للمنطقة حاليا، ويعني هذه المباحثات التي عقدت في إسرائيل مع القيادات الإسرائيلية؟ طبعا هم يتشاورون عن ما تدعيه إسرائيل من استمرار الحرب، وما تدعيه إسرائيل من القضاء على حماس بصفتها كما تقول انها منظمه ارهابيه وهكذا. فهذا الحديث يطول ومعقد، ووجهه نظر امريكا ان الحرب يجب ان تتوقف ولا تستمر، واسرائيل تريد استمرار هذه الحرب. فالمناقشات بينهم تدل على عدم وجود ثقه كامله بين اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه. نعم، السيد إبراهيم أشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.